الأكل كتير طيب والمحل عن جد حلو مقارنة بالأكل اللي أكلته مبارح. أها، ما عجبك أكل المطعم اللي رحتي عليه أنت ومروان بيك إسراء؟ لا كارلا خانو، مو هيك. بس كان في ريحان بكل الأكل وأنا عندي حساسية من الريحان. شو هالحظ السيء؟ مو معقول. إيه عن جد حظ سيء. والمشكلة مروان بيك طلب تحضير كل الأكل عزوقه وهو ما له عرفان، يعني شو بده يعرفه أنه عندي حساسية؟ طبعاً، من وين بدي أعرف؟ للأسف. إيه؟ وكيف كانت القعدة؟ قدرتي تاخدي نصايح من مديرك؟ معقول ما أخذ؟ أعطاني درس بالحياة ما رح أنساه بحياتي. شو هالدرس هاد؟ صار عندي فضول أعرف. أستغفر الله، مو من طبيعي أبداً أعطي دروس بالحياة، بس قلت اللي بشوفه صح من وجهة نظري. قدي حلو هالشي، نحنا ما عنا الفرصة لناخذ هالنصايح منك. قديشك محظوظة إسراء. بالمناسبة، بس تخلصوا فترة تدريبكن مكانكن بالشركة أنا شخصياً بضمن لكم يا مروان بيك؟ أنت منيح؟ شرب شوية مي باردة إذا بدك، شكلك اختنقت مو؟ منيح منيح، بس أنا ماني واثق مثلك كارلا، لأنه بسبب البطاقة اللي ضيعتها إسراء انسرقت بياناتنا. لحظة لحظة، مو البطاقة اللي ضيعتها إسراء. إسراء ما ضيعت بطاقتها، في حدا سرقها منها، يعني كان ممكن تصير مع أي حدا. معك حق 100%، وغير هيك مروان في أكتر من طريقة بيقدر يفوت فيها الحرامي على الشركة، وإذا بطاقة متدربة بتقدر تفتح أبواب كل الغرف فهذا غلطنا نحن ونحن لازم نصلحه. معك حق كارلا، مزبوط حكيت. أنا قايمة على الحمام. وأنا لحظة بدي أحكي تليفون وراجع. عن جد مو معقول قديشك شخص سيء. كيف؟ من أول ما شفتك بالمغفر تحملت كل شي عملته، كل شي قلته، كل شي بدر منك. بس مبارح مروان أنت زودت كثير، بكفي بقى، بكفي ورجع لعقلك. إسراء وطي صوتي. ما رح وطي صوتي، لا ما رح أوطي صوتي. أنت شو فكر حالك؟ إذا صار معك قرشين بتقدر تحكي معي شو ما بدك؟ ارجع لعقلك بقى، شو صاير لك؟ ما فيك تتعامل مع حدا هيك، لا معي ولا مع غيري. واللي عملتيه أنت شو اسمه؟ البارفان والفستان كلهم اخترتيهم أصلا. ما اخترت شي أصلا، بعدين شو دخل هي بهي؟ بعدين هاد فستان بخزانتي. خلصنا بقى، أنت بتعرفي هالفستان مو مثل أي فستان. ليش؟ وين المشكلة إذا لبسته؟ فتحت خزانتي طلع لي بوشي، شو عملت جريمة؟ تمام، طالما إلا بدك ياني أولى بصريح العبارة لكان خليني أولى. هاد من قبل أكتر فستان كنت حبه عليكي، والبارفان اخترتي تحطيه أصلا. ليش؟ مشان تخليني أرجع حبك من جديد. كذب شي؟ ايه كذب، افتراء. عملك طلع بوشي لبسته وجيت. ايه ايه صح، ايه متأكد متأكد، أكيد هيك صار متأكد. وبعدين أنا ليش مضطر ضل عم أحكي معك؟ ما عم بفهم والله، ما بقدر أخلص منك بالمرة يعني. مستحيل، مو بكيفك تخلص مني. إسراء أنت شو بدك مني؟ مشان الله أنت شو بدك مني؟ هذا اللي بدي أوصل له، هذا اللي بدي إياه بالضبط مروان. بدي إياك تصير مثل المجنون، بدي ضل قدام عيونك كل الوقت حتى أتلف لك أعصابك. حياتك هي بدي خليها بالنسبة لك مثل السجن. كارلا اللي كنان ليكي، ما رح كمل بالشركة بعد ما خلص التدريب، بدي أعمل شركتي وحكينا بهالموضوع. أصحك تقولي لأبي كتير شاطر ابنك وكتير ناجح بشغله كمان، لأنه حيقلي منيح لي حطيتك هنيك، لكن قلت لك من الأول. ما بقى متحمله. تمام كنان، اهدى شوي. وبعدين أنت ليش كل هلأت خايف من فكرة أنك تكون ناجح؟ حتى لو أنا ما قلت شيء قدام بابا، كل شيء عم يصير بالشركة هو عنده علم فيه، وأنت بتعرف هالشي. شو أعمل؟ ولك شو هالمؤامرة اللي زتتوني فيها أنتو؟ رح تتعود يا عمري، رح تتعود. بعدين ليك هي ما بدك تشتغل وشوف قديش نجحت، معناها وقت بدك تشتغل أكيد رح تنجح أكتر. اليوم الصبح كنت رح أترك الشغل، ومبارح المساء كتبت طلب استقالتي، بس منيح إنه رجع لي عقلي بسرعة. عفارم عليكي إسراء، عفارم عليك. عفارم عليكي إسراء، أنتِ ما عم تستوعبي غالباً بكلمة واحدة مني بقلعك من الشركة، بقلعك ويلا بتروحي وخلصنا. تفضل قلعني، شو ناطر؟ قول قدام الكل ليش قلعتني وساوية. شو رح يصير؟ احكي لها لكارلا خانو. بحكي لها طبعا، بحكي لها. شو يعني؟ انا المدير التنفيذي للشركه وماني مضطر برر شيء قدام حدا. اي ممتاز، هلا كارلا خانو ما بتجي وبعدين بقول لها ليش بدك تقلعني، بس بالاول الا انا مين بكون قبل كل شيء. تفضلي. كارلا خانو جاي هلا بتشوف. اي منشوف. كارلا خانو. وهي رجعت. ما
مروان بيك في عنده شي حابب انه يقول لك يا التواليت. انا هاي اول مره بجي لهون وما بعرف التواليت وين محله. بتعرفي وينه؟ اذا رحت من هون دغري بيطلع بوشك فورا. شكرا اسراء خانو. ايه اسراء، شو رايك بالشركه؟ ها انت كنت هون؟ ايه انا هون. مروان بيك، بعتقد انك رح تلاقي طريقه تفصلني من الشغل بس خلص التدريب. ما ليجي هداك الوقت ومنشوف اذا لساتك عند رايك. مروان انا بدي اسالك شغله. ايه. ليش بتضغط على اسراء لهالدرجه هي؟ لا ما بضغط عليها. من وين جايب هالحكي؟ هذا يلي شفته من شوي، كل القعده عم تضغط عليها. انا بتصرف بنفس الطريقه مع الكل كنان، بس اذا هي ما بتعرف تتحمل مصاعب الحياه المهنيه هي مشكلتها لها. انا ما بميز حدا بالشغل ابدا، بتعرفني. طيب بالمناسبه ليش عم تسالني هالسؤال؟ وحدة ما صار لك زمان بتعرفها، ليش بتدافع عنها على طول؟ مو دفاع بنوب، ما قصدي دافع عنها، شفت هذا الشيء بعيوني وقلت بسألك. بشوفها بنت منيحة. بنت منيحة؟ لأي درجة بتعرفها لهالبنت؟ يعني ما كتير بعرفها، تعرفت عليها من جديد، بس برأيي هي فترة كافية لأعرفها. أنا بدي أطلع. وأنا قديش طلعت فكرة حلوة إنه نجي نحن الأربعة ونقضي وقت مع بعض. من اليوم ورايح رح نعيد هالطلعة كتير. طبعا أكيد. أي أيوة وأنا معك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.